السنغال واستعانته بماني خلال المباريات الأخيرة، واحتياج منتخبنا لقوته الضربة مكتملة مهما كانت المباريات مؤثرة أو غير مؤثرة حتى يتم تجهيزه بأفضل شكل ممكن لكأس الأمم القادمة. ده رأي موجود في الشارع المصري، عايز أعرف رد حضرتك عليه. معانا على الهاتف الكابتن معتز إينو نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا. كابتن معتز مساء الخير. نور زي حضرتك، أهلا بيك يا كابتن معتز وسعداء بمشاركتك معانا. سعيد اللي انا موجود طبعا في قناه النادي الاهلي، بيتنا الكبير، ومع حضرتك ومع استاذنا طبعا ومعلمنا الاستاذ ابراهيم حجازي. طبعا هسيب استاذ ابراهيم بقى يحاورك وتفكرنا بالصوره الجميله، اللقطه الجميله دي. استاذ ابراهيم قادر يوصل للساده المشاهدين كل المعلومات والذكريات المحيطه بيها. اتفضل يا استاذ. الاول ازيك يا معتز واخبارك ايه؟ ازي حضرتك يا استاذ ابراهيم؟ الحمد لله موجود مع حضرتك. ربنا يخليك يا حبيبي. انت اخبارك انت ايه؟ والله انا الحمد لله زي الفل، الحمد لله رب العالمين. صحتك وكل الامور كويسه؟ والله انا الحمد لله زي الفل، والدنيا ماشيه تمام والفرقه ماشيه تمام. عارف حضرتك انا ماسك في الاهلي. نعم. 2004. والحمد لله الامور ماشيه تمام. طب عندي سؤال يا معتز، فرقه فضل. 2004 اللي هم كام سنه دولت؟ يبقوا كام سنه؟ 14 سنه. 14 سنه. طيب انت عندك في الفرقه دي كام واحد من المواهب يا معتز؟ والله يا كابتن في يعني الفرقه كلها انا عندي حوالي 33 ولد، فيهم عناصر مميزه جدا. بنحاول بقدر المستطاع نلعب اكتر ناس فيهم، بس احنا يعني شبه مثبتين ناس معينه في التشكيل عشان انا عندي بطوله صعبه جدا ومعايا المقاولين ومعايا الشرطه. لا انت لا انا مش ما المقصودش، انا دلوقتي بتكلم اصل انا عايز اقول لما احط لك في فرقه 33 واحد انا بظلمك، دي نمره، وبظلم الولاد دولت، دي نمره واحد. نمرة اتنين، أنا يعني أنا عايز أقول هذا الكلام، وأنا أعتقد الكابتن محمود الخطيب يعني مقتنع بيه، وأعتقد أن على الأهلي أن يكون له المبادرة في هذا الموضوع، أن طول عمر الأهلي هو القاطرة اللي بتشد في المبادرات الجديدة في حاجات كتيرة. إحنا في الـ 14 سنة وتحت العز المرحلة السنية اللي بطلع منها المواهب. أنا بس بسأل كم موهبة موجودة في الـ 30 أو 33؟ كم واحد موهوب معتز إينو يعتقد أن ده عنده فرصة لو رب اتدرب كويس ومشي كويس وانتظم وسلوكيات والكلام ده كله ممكن يكمل ويكمل في الكورة، وكم واحد مش هيكمل؟ وانت تعلم تماما مش كل من لعب كورة في نادي يكمل، مش كده؟ طيب كم واحد موهوب بقى يا كابتن معتز؟ عندي حوالي 10 13 واحد، يعني 10 من 10 ل 13 واحد. من 10 ل 13. طيب لعيبة كويسة. دعني اسألك السؤال الثاني، خدت بالك؟ وانت طبعا انت في جهاز وبتنفس اللي موجود في القمة، والاصل ده اللي موجود في مصر كله. تخيل العشرة دولت، تخيل العشرة دولت، لو انت بس انا ضميت العشرة دول 14 على 15 او 14 على اللي تحت مثلا، يعني على الموهوبين اللي تحت. انا الفكرة ليه الموهوب يا كابتن معتز؟ لانك انت الشغل مع الموهوب انت مطلوب منك حاجات كتيرة جدا عشان تعمله لاعب كرة متكامل، لان لاعب الكرة اللي عايز يلعب في نادي بحجم الاهلي او يلعب كره قدم في مستوى مسابقه لازم يبقى موهوب، ولازم يكون مكتسب عناصر اللياقه البدنيه كلها، ولازم مكتسب كل المهارات، ولازم احول له المهارات دي كلها لعادات حركيه. لو انت عدد المواهب القليل ده، وده اللي بامل ان يتم في النادي الاهلي، انا بعتقد المساله هتبقى مريحه ليك كمدرب وكل المدربين، وفي الاخر انتاجها هيبقى عظيم جدا. رايك انت؟ انا عايز اقول لحضرتك حاجه. نعم. كلنا نعرف الكوره برضه مهما كان مع الموهبه لازم يكون في توفيق ربنا. في ايه؟ توفيق ربنا. لا ما انا ما بنتكلمش في كده. ما هو توفيق ربنا. اتفضل. هقول لحضرتك ياما شفنا لعيبه كتير واحسن مننا بس مع ربنا يعني مش موفقهم او ما عندهمش يعني ما فيش نصيب اللي هم يكملوا فريق اول. عارف ليه يا كابتن؟ اتفضل. لانه ما خدش عناصر اللياقه البدنيه اللي تاهله انه يقدر يلعب يجري 12 كيلو في ماتش. لان انا هو الموهوب ده هتلاقي ان هو موهوب في عنده مثلا في مهارات الكره لو اعتبرناه 7-8 مهارات، هو عنده 6 هايلين جدا في المراوغه وفي كذا وكذا. طب احنا عندنا اشكاليه كبيره، انا طبعا اسف لمقاطعه الحديث الوقت الشيخ مش كده؟ استاذ ابراهيم وكابتن معتز، احنا ممكن في جلسه اخرى او حلقه اخرى يبقى في مساحه للحوار على النقطه الفنيه المهمه اللي اتكلموا عنها، بس عشان ضيق الوقت ويتسع لحديث كابتن معتز عن ورينا الصوره. طيب الصوره واستاذ ابراهيم يعقب على الكلام ده. انا عايز اعرف، خلينا ننتقل لها سريعا. هو يحكي لنا معتز الصوره دي ايه؟ ايه الصوره دي يا كابتن معتز؟ دي الصوره دي احلى ايام بطولة افريقيا 2008. انت هنا وفي فلافيو جنبك، قول لي بقى حكايتها ايه؟ الصورة دي كانت امتى وازاي وبعد ايه؟
دي احلى ذكرياتي يا استاذ ابراهيم، دي بطوله افريقيا لما كسبنا القطن الكاميروني وخدنا البطوله هناك. كابتن احمد حسن جاب جون وكابتن شادي محمد جاب ضربه جزاء ورحنا في السنه دي كاس العالم لليابان. اليابان وكان في المباراه دي كانت في الكاميرون يا كابتن معتز. دي كانت وكان موجود كابتن حسن حمدي والاستاذ خالد الدرندلي وبعض المسؤولين في مجلس الاداره في الوقت ده. انا كنت سعيد الحظ اللي انا كنت بلعب مع جيل عظيم زي الجيل ده، طبعا كله وكله اسماء كبيره ومن اكثر الاجيال اللي حصلت على القاب، فانا كنت الحمد لله محظوظ اللي انا لعبت مع الجيل ده، وكان في مساعده كبيره جدا من مجلس الاداره وما كانوش بيسيبونا، كابتن حسن وكابتن خطيب وكل الاعضاء صراحه ناس المحترمين، وكان معانا جهاز فني كبير بقياده مستر مانويل وكابتن حسام وكابتن علاء مايوب، فيعني كانت منظومه كلها محترمه وربنا كان نجاحنا يعني بكل حاجه حلوه وقدرنا نوصل كاس العالم الحمد لله. وده كان فريق من اللي بيتكلم عنه استاذ ابراهيم انه متكامل، في عناصر قويه بدنيا، في عناصر مميزه تكتيكيا بتنفذ التعليمات بشكل جيد خططيا تبع يعني رؤيه الجهاز الفني، وفي عناصر من الموهوبين مؤثره وعددها كبير في الفريق يا كابتن معتز. اكيد الناس اللي لو حضرتك بصيت الناس اللي بتبقى بره مش في ال11 فرقه ثانيه خالص. النادي الاهلي في الوقت ده كان عنده فرقتين في الفريق، ما انت كان عندك الدكه مرعبه ساعتها. ده الدكه وبره الدكه. لا 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 يعني كان فرقه جامده جدا جدا، وكنا كلنا واحد، كان اللي بيسود يعني مع التوفيق بتاع ربنا والرجوله والالتزام يعني حب اللعيبه لبعضها ما فيش شك، ده طبعا نجاح دايما. يلا ده على كل حال الذكريات الحلوه ديت. عايز اقول يا كابتن معتز الحاجه اللي انت تقدر تقول النصيحه اللي بتقولها لكل حد من الشباب الصغير اللي بتمر، يعني لو قلت له ثلاث نصايح بتقول لهم ايه؟ كلاعيبه كوره يعني؟ الاولاد اللي عندك مثلا ده لعيبه بقول لهم التزموا، وانت عندك فرصه كويسه جدا فيها، ناس كتيره بتتمنى تلبس التيشيرت اللي انتوا لابسينه هنا وتتمرن التمرين اللي انتوا بتتمرنوه لتبقى نادي في افريقيا. خليكم ملتزمين، اتقنوا عملكم عشان الفرصه ما تضيعش منك. لو الفرصه عدت منك يعني هتندم عليها، مش هتحس بقيمه الحاجه غير لما بتروح منك. وطول ما انت في النادي الاهلي يعني ركز ان انت دايما تبقى موجود دايما، وحط دايما قدامك حلم كده ان انت تطلع في الفريق الاول. وطول ما انت حاطط قدامك حلم مفيش شك، طول ما انت بتجتهد وملتزم سلوكا وتمرين وتدريبك وكل حاجه اكيد ربنا يكرمك في يوم من الايام. ده مؤكد، النصايح مهمه جدا، دايما يكون عندك الحلم واليقين انك تقدر تعمل ده. كابتن معتز بشكرك جدا 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 وبالتوفيق دايما يا كابتن. في شكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا كابتن معتز. استاذ ابراهيم نكمل كلامنا بعد ما سمعنا قصه اللقطه.